في إطار مجابهة الجريمة بشتى أنواعها، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي عمر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تقوم بالمتاجرة بالمخدرات بعدة ولايات من الجهة الغربية للوطن. العملية تمت أثناء قيام أفراد الفرقة بخدمة خارجية متمثلة في دورية عبر الإقليم، أين تم توقيف سيارة سياحية على متنها شخصان، وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كمية من المخدرات كيف معالج قدر وزنها بثلاثة كيلوغرام على شكل ستة رزم. على الفور تم توقيف الشخصان المشتبه فيهما واقتيادهما إلى الفرقة. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 45 سنة، من بينهم امرأة. كما تم حجز 3 كيلوغرام من المخدرات كيف معالج، حجز 125 مليون سنتيم من عائدة المتاجرة بالمخدرات، حجز مركبتين سيارة سياحية وشاحنة، كما تم حجز 4 هواتف نقالة. سيتم تقديم الأشخاص المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية بحيازة ونقل وتخزين المخدرات كيف معالج قصد المتاجرة.